مستمرين معكم في نقل صور حيه للجان الانتخابيه في مدرسه القناه الابتدائيه. منورنا سيادة المستشار محمد عدس، أهلا بحضرتك يا فندم. يا أهلا وسهلا. كنا عايزين ناخد من حضرتك يعني ماذا حدث في الساعات القليلة التي بدأت بها اللجنة منذ الصباح؟ اللجنة فتحت في موعدها المقرر الساعة 8 صباحا، وبدأت المرشحات يتوفدن على اللجنة، ووصل العدد الآن حوالي 200 ناخبة أدلينا بصوتهم. من إجمالي كم يا فندم؟ من إجمالي 4000. يعني العدد ده بالنسبة للتوقيت ده مساوي للجولة الأولى ولا أكثر؟ يكاد يكون مساوي. توقعات حضرتك بالنسبة للمشاركة ممكن تزيد؟ ما أقدرش بقى. طب خلينا نتكلم في الإجراءات، يعني إجراءات اليوم متى سينتهي وما هي الإجراءات حتى صباح باكر؟ الإجراءات معاد غلق اللجنة حتى الآن الساعة 8، إلا إذا وردت تعليمات أخرى من اللجنة العليا للانتخابات. يعني سيطبق في هذه الجولة فكرة المبيت داخل المقر الانتخابي، كيف تم الترتيب لها؟ نفس الإجراءات اللي تمت في الجولة الأولى، بيحضر مندوب عن المرشح ومع التوكيل بالمبيت، وبنثبت في محضر الإجراءات بياناته، وبيمضي على المحضر وبيبيت أمام اللجنة مع القوات المسلحة والشرطة. سيادة المستشار، يعني كان هناك خبر على فكرة انه يعني اشيع انه هناك بعض الاقلام تختفي الحبر بتاعها سريعا ولا تعلم بشكل جيد، يعني كيف تتعاملون هنا مع الاقلام والترشيحات؟ حسما لهذا الاشكال وردت اقلام من اللجنة الرئاسية، وقمنا بوضعها على الستاند وربطها بالحامل الموجود في الستاند منعا لاي شك. طيب يعني هناك بعض التخوفات لدى بعض الناخبين والناخبات للنزول للإدلاء بأصواتهم، ماذا تقول لهم؟ العملية آمنة وتسير بأمان تام تام تام، ولا يوجد أي مخالفات أو مشاغبات أو أي شيء غير طبيعي. سؤال أخير حضرتك، ماذا تتمنى لمصر الفترة المقبلة بعد انتخاب رئيسها؟ نتمنى لها الخير والسلام والأمن. أشكرك سيادة المستشار. العفو. نحن الآن مع رئيس اللجنة العامة لمدينة السويس المستشار محمد عبد الراضي. سيادة المستشار، سيادة المستشار، يعني ممكن تعطينا صورة على ما جرى في هذا اليوم، أو نبدأ من منذ الأمس منذ استلام المقرات واستلام المظاريف الخاصة بالأوراق لمدينة السويس؟ يعني طبعا رؤساء اللجان العامة استلموا المظاريف امبارح، والشرطة وجيش أمنوا المقر الانتخابية. النهارده الصبح كل اللجان في دائرة السويس فتحت في موعدها، مرينا عليها فعلا وكلها شغالة، وإن كان الإقبال لسه ضعيف. طب يعني بتفسير حضرتك الإقبال الضعيف ده خاص مثلا بموضوع فكرة الجو وفكرة الإجازة، ممكن الناس تنزل بعض الظهر؟ لسه نول التصويت على يومين وكنا لسه في بداية النهار، فممكن الإقبال يزيد مع الوقت. لو سألنا حضرتك على يعني جهود المحافظة في توفير وسائل النقل للقضاء وأماكن المبيت. لا، هو طبعا ده امر بيتولاه اللجنه الرئاسيه بالتنسيق مع المحافظات والمحليات،
ويعني وعلى أعلى مستوى، سواء مبيت في فنادق، توفير سيارات، بس وبدأ الانتقال اللي مش عايز ياخد سيارة ومبيت. سيادة المستشار، لو تحدثنا عن الآن الاختيار بين اثنين، هل هذا يسرع من وتيرة الاختيار والعملية التصويتية بالنسبة للناخبين؟ طبعا طبعا طبعا، بيبقى أسهل في الاختيار طبعا، وأسهل في الإجراءات، وأسهل في الفرز وعلى النتيجة طبعا، سهل عن ما كان في المرحلة الأولى إن هم كانوا 13 مرشح. متى سينتهي اليوم الانتخابي الأول؟ يعني هو المعتاد لحد الساعة 8 إلا إذا صدرت تعليمات من اللجنة الرئاسية. نعم. لو صدرت تعليمات بالمد هنمد. حتى وقتنا هذا لسه لحد الساعة 8. تمنيات حضرتك سيادة المستشار لمصر والمصريين في الفترة المقبلة؟ إن الشعب كله يحرص على الإدلاء بصوته وتحديد مصيره، والكل بعد النتيجة يسلم الأمر الواقع. بس. شكرا لحضرتك سيادة المستشار. نعم. يعني سيادة المستشار، اتفضل يا سيادة المستشار. مستشار محمد عدس، نتوجه بالشكر لسعادة المستشار مدحت بيش شاكر رئيس محكمة السويس الابتدائية على الجهد المشكور اللي قام بيه سعادته في اليسر والسهولة في تسليم المظاريف وتدبير أماكن الإقامة وأماكن الإقامة للسادة القضاء والتنقلات اللائقة والمتابعة المستمرة من قبل سيادته للاطمئنان على القضاء وأحوال القضاء وجميع ما يخص القضاء، وله منا جزيل الشكر. شكرا لك سيادة المستشار. يعني ما زلنا معكم ننقل لكم الصورة حية مباشرة من داخل إحدى اللجان في محافظة السويس في مدرسة القناة. كانت هذه هي إحدى اللجان الانتخابية، لجان الناخبات، حيث يدلين بأصواتهن. كذلك وجدنا حضور القضاء وأجرينا حوار مع محافظ السويس الذي قام بجولة للتفقد العملية الانتخابية وسير العملية الانتخابية، وحتى الآن حسب كلامه لم يأتي له أي تقارير بأي خروقات للعملية الانتخابية. الآن يعني الأعداد زادت شيئا قليلا عن الساعات الأولى للصباح، لكن من المعلوم أن السويس مدينة السويس شديدة الحرارة، وهناك تأهب من الإسعاف وغيرها من وزارة الصحة لما قد يحدث. لكن أيضا قامت كذلك المحافظة بوضع مظلات أمام المدارس للاحتماء تحتها للناخبين والناخبات حتى يدلين بأصواتهن ويدلوا بأصواتهن بشكل كامل. نحن الآن نخرج إلى خارج المدرسة، خارج المقر الانتخابي. من الملاحظ زيادة عدد القوات المسلحة داخل خارج المقرات الانتخابية، ليس فقط أمام الباب الرئيسي لكن بامتداد سور المدرسة. كذلك أيضا قاموا بإزالة كل الملصقات في محيط المدارس التي بها المقرات الانتخابية. كذلك أيضا ازداد عدد المتواجد من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش لحماية وتأمين العملية الانتخابية. اليوم سينتهي حتى هذه اللحظة في الساعة 8، لكن قد يمتد إذا أتى قرار من اللجنة العليا للانتخابات بهذا الأمر، سيمتد إلى بعد ذلك لإفساح إعطاء الفرصة لكل من أراد أن يدلي بصوته في هذه الانتخابات حتى يحقق مشاركة أعلى بكثير من المشاركة. يعني هذه تمنيات المحافظ وكثير من المراقبين أن تتم زيادة أعداد المشاركين في هذه الانتخابات. نحن الآن سنجري لقاء مع اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك. سيادة اللواء، يعني لو تحدثنا معك يعني عن هذه الساعات الأولى من العملية الانتخابية كيف جرت؟ والله الحمد لله من 8 صباحا في انتظام في كافة اللجان، السادة القضاء وصلوا جميعا،
الامور بتمر بسلام، وزي ما حضرتك شايف الاقبال محدود في بعض اللجان، متوسط في بعض اللجان، كثيف في منطقه ريفيه في منطقه الجناين، الناخبين بيخشوا في سهوله ويسر، قوات الشرطه وقوات الجيش موجوده خارج اللجان، ليس لنا تواجد خالص داخل اللجان، احنا بنيسر دخول الناخبين. حتى هذه اللحظه لم يتم ضبط اي خروقات سواء من حمله الدكتور محمد مرسي او حمله الفريق احمد شفيق، والامور بتسير في صوره امنه تماما. انا احب بس اوجه نداء لبعض اللي نزلوا النهارده على احد المواقع ان مديريه امن السويس غيرت بعض السادة الضباط. ده كان سؤالي لحضرتك، ان هو تم تغيير بعض الضباط يعني عليهم سمت ديني واستبدالهم باخرين ينتمون للنظام السابق في بعض اللجان، وعندما ذهبوا الى معسكراتهم وجدوا ان هناك بطائق انتخابيه لامناء الشرطه. قصه وهميه من وحي الخيال لكاتبها، وعشان حضرتك تطمئن لهذا يدوني اسم ضابط واحد في مديريه امن السويس تم استبعاده. خدمة الانتخابات معمولة بقالها أكتر من أسبوع، لم يتم تغيير أي ضابط فيها. الانتخابات الضباط اللي موجودة في اللجان هي كل قوة مديرية أمن السويس ما عدا الضباط اللي موجودين في الأقسام اللي هم بيأمنوا الأقسام وبيعملوا محاضر وبلاغات خاصة بالمواطنين ودوريات. عندي 60 دورية أمنية في الشارع. هذا الكلام غير صحيح. يعني ضباط الجولة الأولى هم نفس ضباط جولة الإعادة أم حدث تغيير؟ نفس الضباط اللي اشتركت، قد يكون في ضابط في لجنه راح لجنه تانيه تغييرات حسب كان شغال صبح شغال ليل، انما هم نفس الضباط اللي بيأمنوا العمليه الانتخابيه، هم بتوع مجلس الشعب، بتوع مجلس الشورى. ضباط السويس عددهم محدود مش كتير، وكلهم بيشاركوا مع عدد ضباط التأمين الاقسام واللي بيحرروا المحاضر. لم يتم تغيير اي ضابط. الخدمه الضباط معلنه بيها من اكتر من 3 ايام. يجيب لي ضابط واحد اعلن بالخدمه وتم استبعاده، ده كلام اوهام. ارجو ان احنا نتحرى الدقه. شرطه السويس شرطه محترمه زي كل الجمهوريه، زي كل محافظات مصر، زي كل تعليمات وزير الداخليه السيد اللواء محمد ابراهيم. احنا ملناش دور. حضرتك لف اللجان كلها مش هتلاقي فرد شرطه جوه اللجان. طب سياده اللواء، لو حدثتك ايضا عن ما قيل ان امناء الشرطه نزلوا على الذين يعملون في محافظه السويس وهم بطائقهم البطاقات الشخصيه خارج السويس، وقال لهم سنخرج لكم بطاقات داخل السويس حتى تدلونا باصواتكم لصالح احد المرشحين. انا هتخذ اجراء قانوني في هذا، ان الكلام ده غير صحيح. يقولوا لي اسم امين شرطه واحد، اسم واحد، ولو امين شرطه عندي عمل كده هيحاسب قانونا. هذا لم يحدث اطلاقا ولم ابلغ به اطلاقا. افراد الشرطه في السويس افراد محترمين، ما لهمش اصوات انتخابيه، ما لهمش علاقه بالعمليه الانتخابيه. وحرام ان ناس شقيانه وتعبانه واقفه في الشمس زي ما حضرتك شايف قدام اللجان سواء الضباط والافراد، وبعد كده نهيل عليهم التراب ونديهم حاجه مش بتاعتهم. احنا ملناش مصلحه. مين اللي ينجح؟ وزاره الداخليه عملت انتخابات مجلس الشعب على مرحلتين ومجلس الشورى على مرحلتين، وعملت رئاسه في المره الاولى. الكلام ده ما اتقالش غير النهارده. ليه؟ انا كلمت المهندس احمد محمود اللي هو يعتبر رئيس حزب الحريه والعداله في السويس ونفى تماما علمه بهذا. كلمت المهندس سعد اللي هو رئيس المكتب السياسي لاخوان المسلمين في السويس، نفى علمه تماما بهذه الوقائع واكدوا لي ان هم هينفوها. هذا كلام مرسل. ارجو ان احنا نخاف ربنا، نخاف ربنا، نخاف ربنا في كل كلمه بنكتبها. سياده اللواء، لو حدثت معك عن فتره الصمت الانتخابي التي بدات امس، كيف مرت وكيف كان الالتزام المرشحان بهم؟ الحقيقه حمله الدكتور محمد مرسي وحمله الفريق احمد شفيق حتى هذه اللحظه لم يمارسوا اي خروقات انتخابيه في محافظه السويس، والمحافظه الحمد لله الوحيده لم يحدث فيها احتكاكات، لم يحدث فيها مشاكل، لم يحدث فيها اي حاجه خالص. وحضرتك لف على اللجان كلها، اللجان الامن الحمد لله والشكر لله 100 100، والتامين على اعلى مستوى، والناخبين بتخش في سهوله ويسر. وزادت كمان السيد اللواء عبدنا محمد عبدنا محافظ السويس عمل لنا تند اللي حضرتك شايفها للناخبين عشان يقفوا تحتيها يتظللوا بيها، عشان ندفع الناس لهذا العرس الديمقراطي الجميل اللي هينتهي فيه ان مصر الكسبانه. مش مين اللي كسب فيهم، مصر اللي هتكسب النهارده اول رئيس منتخب في تاريخها، ونتمنى من ربنا ان يولي من يصلح. سياده اللواء، لو تحدثنا عن تامين العمليه الانتخابيه اليوم حتى صباح باكر. الانتخابات بدا، التامين بدا من امبارح الساعه 5 مساء، وهيستمر حتى اعلان النتائج النهائيه على 3 نطاقات. في نطاق امام اللجان زي ما حضرتك شايف،
في نطاق على مسافة 500 متر من كل لجنة لمنع أي خروقات انتخابية، في 40 دورية للشرطة المدنية و20 دورية للشرطة العسكرية من الجيش الثالث الميداني، 60 دورية جيش وشرطة واحد بيأمنوا المدينة بالكامل ضد أي جرائم جنائية أو ضد أي مشاكل في محيط اللجان، وإن شاء الله بإذن الله هيعدي اليوم على خير. سيادة اللواء، سؤال أخير، يعني هناك تخوف أن بعد ظهور النتيجة تحدث بعض الاضطرابات، كيف ستتعاملون معها؟ أعتقد أن المصريين على مستوى الجمهورية هيحرصوا على انتهاء هذا العرس بصورة جميلة. إلى جانب شعب السويس، الشعب مهد الثورة والشعب المخلص، هذا الشعب الأبي، لا أعتقد أن ممكن يحدث هذا في السويس، لا أعتقد. يعني لكن هل هناك خطة للتعامل مع هذا إن حدث؟ طبعا أكيد، لأن هناك كثيرا من الخارجين على القانون وكثيرا من الناس غير محب استقرار هذه البلد ممكن يحاولوا يستغلوا أي موقف، وعشان كده حضرتك احنا عاملين خطة أنا والسيادة الوسيط قائد الجيش الثالث الميداني للسيطرة على كل مداخل ومخارج وشوارع المدينة عقب انتهاء الانتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية. نشكرك سيادة اللواء عبد رفعت مدير أمن السويس، شكرا حضرتك. شكرا لوجودكم معنا. يعني ما زلنا في العملية الانتخابية في مدينة السويس ومحافظة السويس، نحاول ننقل لكم الصورة حول ما يجري حتى الآن في العملية الانتخابية. الإقبال متوسط، قد يزداد بعد فترة العصر في حوالي الساعة الرابعة أو الخامسة، لأن حرارة الشمس شديدة وأن الأرصاد الجوية يعني نبهت أن الحرارة اليوم ستكون كبيرة. يعني الآن مع إحدى الناخبات، حضرتك انتخبتي ولا لسه؟ انتخبت طبعا. ليه حريصة أن تيجي الانتخابات؟ طبعا ده صوتي والصوت أمانة، ولازم أدلي بيه لو أشارك، نبقى فعالين في المجتمع وفعالين في وطننا، ما اللي احنا كنا يعني كل ده ليه؟ من أجل الأحسن، فلازم ننزل للأحسن وإن شاء الله. حضرتك عايزة إيه من رئيس مصر الجاي؟ رئيس مصر الجاي هو مهمته صعبة شوية، طبعا مطلوب منه حاجات كتير، احنا بنقول له ربنا يوفقك وربنا يعينك، وإحنا إن شاء الله نكون معاك واقفين وراك، بس اهم حاجه في رئيس مصر لازم يتقي الله ويتقي الله ويتقي الله في شعبه، لان الشعب ده امانه هيبقى في رقبته، امانه فعلا في رقبته، لازم يوفر له الامان والمعيشه المحترمه، المعيشه اللي هي تستره، والتعليم، التعليم لازم برضو يكون فيه تحسن، و ايه تاني؟ طبعا الاقتصاد بتاع مصر برضو. انت شايفه ان التعليم والاقتصاد والامن ممكن الرئيس القادم يحققه في وقت قد ايه؟ لا طبعا هو وخطته الزمنيه اللي حاططها، هو اكيد، لا طبعا هو مش جاي كده محطوط كده سايبها، لا اكيد هو حاطط خطه مرسومه منفذه هيمشي عليها، وطبعا لازم يعينه معاه اللي حواليه، اللي حواليه واللي جنبه واللي بعديه والشعب، كل فرد في مصر عليه مهمة من كبرها لصغيرها، فيش حد يقف كده، كلنا لازم نتعاون وكلنا لازم نشتغل وكلنا لازم نقف جنب رئيس الجمهورية حتى يحقق هدفنا أغراضنا، وإن الله لا يغير من قوم إلا إذا غيروا من أنفسهم، فإحنا لازم نغير من أنفسنا أول. الثورة مش ثورة شعب، و شعب يقوم للثورة فقط ظاهريا، ولكن لازم يكون باطنيا من داخلنا، لازم نقوم ثورة نصالح نفسنا، نصالح اللي حوالينا، نصالح جيراننا، نصالح أصحابنا، نصالح شغلنا، نصالح كل شيء في الدنيا هو الأساس. شكرا حضرتك. صلح وسلام. شكرا. صلح جميل. حضرتك شاركتي ولا لسه؟ لا أنا شاركت. ليه حريصة على المشاركة؟ طبعا لازم التغيير حلو، لازم التغيير فيه الأصلح، يعني التغيير هو الأصلح، وبعدين المفروض إن الرئيس اللي يجي يبقى مهمته كبيرة علينا، إنه يبقى فيه تغيير، يبقى فيه مشاركة من الجميع، إن هم لازم يشاركوا في الانتخابات، فالتغيير دون لازم هو اللي هيبين لنا مصر الجديدة، مصر الحديثة اللي احنا. تتمني إيه لمصر الجديدة؟ طبعا أتمنى طبعا الأمن والأمان، أتمنى اقتصاد وافر، أتمنى تعليم يبقى يتقوا الله في التعليم، لأن أنا سيدة التعليم، يكون التعليم نوصل للأمم ونواكب العصر اللي احنا ماشيين فيه، فلازم طبعا التعليم ان احنا ننظر له نظرة أبدية، نظرة كبيرة جدا. حضرتك تطوير التعليم يبدأ من اين؟ من ايه النقطة اللي ينطلق منها؟ يبدأ من المعلم، يبدأ لازم المعلم يتحسن، لازم المعلم ان هو يقوم بمهامه وتقود دولة تنظر له نظرة ويواكب العصر، لازم المعلم يبقى لازم يواكب العصر ويواكب الأمم ويواكب التعليم اللي هو بره، علشان احنا ننهض بولادنا.
طبعا التعليم ده لازم يبقى هو الاساس في اللي هو اساس نهوض الامم. حضرتك تقولي ايه الرئيس مصر القادم؟ اقول له ربنا معاك ربنا معاك ربنا معاك واتقي الله في الشعب ربنا معاك. حضرتك شاركت في انتخابات ولا مدير المدرسه يعني. مدير المدرسه. طب ايه الاجراءات اللي قمتوا بيها لتيسير العمليه الانتخابيه؟ انا ماشي الساعه 1:15 بالليل يعني جهاز اللجنه للسيد المستشار اللي هو رئيس اللجنه والحمد لله رب العالمين نالت اعجابه واعجاب الناس كلها وفضل تعالى بنعمل كل ما في وسعنا عشان ننجح ونوصل الى الرئيس القادم يكون يعني متقي الله في بلدنا وان شاء الله في الشعب. شكرا حضرتك. حضرتك شاركتي في الانتخابات؟ ايوه طبعا. ليه حريصه على مشاركتك في الاعلام؟ يعني احنا بقالنا من يوم ما اتولدنا، انا سني حوالي 40 سنه، عمري ما شاركت في انتخابات ولا حد شارك في انتخابات اصلا. اتمنى ان يكون مختلف. انا حاسس في كلامك ان في تخوف شويه. طبعا اكيد كلنا قلقانين، البلد كلها قلقانه. ايه سبب القلق؟ يعني بتهيألي الاجواء اللي حواليك يعني تشهد بكده ان في قلق، وربنا يولي الصالح، ده اهم حاجه، احنا عايزين اللي يتقي ربنا في البلد دي. حضرتك عايزه ايه من رئيس مصر القادم؟ اول حاجه الامن، التعليم، البلد، الفقراء، الناس الغلابه، الناس اللي مش لاقيه تاكل، الناس اللي عايشه تحت خط الفقر، اللي بتاكل من الزباله اللي الواحد بيشوفها بعينه. يعني بلاش بقى مجموعه صغيره من الناس هي اللي تحكم البلد وهي اللي واخده ثرواتها كلها، لا احنا عايزين نشوف ثروات بلدنا وخير بلدنا. بلدنا مصر عظيمه جدا جدا واحنا بنحبها جدا وفيها خير كتير جدا، بس للاسف في ناس كتيره جدا محرومه منه وناس مش لاقيه اللقمه تاكلها. احنا نفسنا العدل يعني والامان وبس. تنصحي ايه يا رئيس مصر القادم؟ ما فيش نصيحه اكتر من انه يتقي الله. شكرا حضرتك. يعني هذه هي أجواء الانتخابات التي تسير في محافظة السويس وإقبال الناخبات والناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، وهذا هو اليوم الأول في جولة الإعادة، وحتى الآن الأمور تمشي تسير هادئة وقوات الجيش والشرطة في تعاون مستمر لتأمين العملية الانتخابية وتيسيرها على الناخبين والناخبات. يعني هذه هي صور حية من أمام مدرسة القناة الابتدائية بمحافظة السويس.